هنتكلم إن شاء الله النهاردة الباب بتاع كواليتي كنترول أند مونيتورنج. كواليتي مونيتورنج اللي هو ضبط ومراقبة الإيه؟ الجودة. مراقبة الجودة برضه هي تحقيق مرغبات العميل في الحصول على منتج ينال رضاه. طيب في حاجه جديده اسمها كواليتي اشورنس. كواليتي اشورنس اللي هي ايه؟ توكيد الجوده، ان انا بعمل بليند اورجنايزد اند نيسيسري اكشنز تو جيف ادكويت كونفيدنس ذات ذا برودكت اور سيرفيس ويل ميت كواليتي ريكويرمنتس. الحاجات اللي انا بعملها مسبقا كواليتي اشورنس هي الحاجات اللي انا بعملها مسبقا وتديني ثقه تماما ان المنتج بتاعي ان شاء الله هينال رضا الايه العميل. طيب في عندي حاجه اسمها سيفن سيت اب كواليتي امبروفمنت بروسيس، الخطوات السبعه اللي هم بتوع حل مشكلات الجودة. 7 ستيب كواليتي امبروفمنت بروسيس، سبع خطوات عشان تحسين الجودة. ما يجي يقول لك تحسين الجودة بيتم ازاي، نقول له في سبع خطوات. اول حاجة ستيب واحد ايدنتيفاي ذا بروبلم، تحديد المشكلة. انا يعني لما اجيب لك منتج واقول لك انا عاوز احسن الجودة بتاعته وارفع من مستوى الجودة، تقول ايه؟ دي بتمر سبع خطوات. اول حاجه ايدنتيفاي ذا بروبلم، تحديد المشكله. الحاجه الثانيه انالايز ذا بروبلم، انالايز يعني تحليل، ذا بروبلم تحليل هذه المشكله حصلت لي. رقم ثلاثة بلينينج، التخطيط، بخطط بقى انا هبتدي ازاي اتعامل مع هذه المشكله وازاي احلها. الخطوه الرابعه جيزر اند كلاسيفاي ذا انفورميشن، جمع وتحليل المعلومات حوالين المشكله دهيت وطرق الحل، جمع وتصنيف المعلومات حول المشكله التي وجدتها في المنتج وازاي طرق الحل. رقم خمسه انترسبت ذا انفورميشن، المعلومات اللي انت جبتها دي كلها حوالين المشكله اللي في المنتج وايه اللي الناس بتعاني منه وايه اللي مأخر تصنيف الجوده، هتاخد هذه المعلومات وتفسرها عشان تحدد بالظبط هو ايه اللي مش عاجب الناس في المنتج بتاعنا، هو ايه اللي هم بيشتكوا منه، هو ايه اللي مقلل من قيمته. كل الحاجات المعلومات اللي انت جمعتها دي بتتفسرها بقى. طب ايه اكتر حاجه مؤثره وبتخلي هذا العيب يحصل؟ هل هو في قلب المصنع ولا خدمة ما بعد البيع ولا نقل المنتج نفسه، إنجاز المنتج ده مادة غذائية مثلا؟ ففي كذا حاجة ممكن تقلل من الجودة بتاعته. أنت بعد ما جمعت المعلومات كلها فعمال تدرس بقى هو إيه أكتر حاجة أثرت وخلت المنتج بتاعي مش محقق الجودة المطلوبة. رقم خمسة تيك أكشن، اتخاذ الإجراءات. إيه الإجراءات اللي أنت هتتخذها عشان تحسن الجودة بتاع المنتج؟ ايه هي نويت تعمل ايه بعد ما فسرت البيانات اللي جات لك وعرفت المشكله فين حته؟ ايه اللي انت هتعمله؟ تيك اكشن، ما هو رد الفعل اللي انت هتعمله؟ الحاجه الاخرانيه ذا كليندر، التقويم. انت بقى قبل ما توزع على الناس الدور الجديد اللي هم يعملوه عشان المنتج بتقوم بقى. طب انا بناء عليه انا بعد الحاجات اللي انا عملتها دي هل حليت المشكله اللي في المنتج حل صحيح؟ طيب قضيت على العيوب اللي موجوده، فهمت الناس دورها اللي هي الجديد اللي هتقوم بيه المنتج ده، هو بقى فيه حاجات تجذب الزبون تاني ولا لا؟ يعني ايه تقويم بقى الحاجات اللي انت عملتها. طيب خلصت انت السبع خطوات بتوع الجوده. قال لي احنا عندنا في ادوات بنستخدمها في عالم الجوده الشامله عشان نقيم زي التقييم اللي حصل ده. طالما انت بتقول التقييم بقى ان منتج مش
حقق المطلوب، فانا محتاج اقومه، محتاج اشوف العيوب اللي فيه. طيب الحاجات ده اهي في اساليب او في ادوات بتساعدك على انك تعمل تقييم لاي منتج. دول السبع ادوات اللي هي تستخدم في عالم الجوده الشامله. اي منتج انت عاوز تقيمه او تسربه، تقيمه باستخدام واحده من هذه الادوات السبعه. اول حاجه ايشيكاوا دايجرام، فيه حاجه اسمها مخطط ايشيكاوا او مخطط الاسباب لتحليل المشكله. انت المخطط ايشيكاوا ده بيقول لك ايه؟ اي مشكله حصلت يقدر يفسر لك ايه الاسباب التي ادت لهذه المشكله. الحاجه الثانيه اوبزرفيشن شيت، اوبزرفيشن اللي هو ايه؟ مراقبه. شيت يعني ورقه، ورقه المراقبه، دي ورقه المراقبه وهو نموذج بتجمع فيه المعلومات كامله حوالين المنتج بتاعك، وبالتالي تقدر تطلع طالما جمعت معلومات كامله بيظهر لك العيب او القصور في اي حته بالظبط. اوبزرفيشن شيت. الحاجه الثالثه ذا كنترول شارت، كنترول شارت، كنترول شارت ده هو حاجه زي الرسم البسيط كده، هو بتقول ايه؟ انا في الانتاج عملت كذا، جبت مواد كذا، اشتغلت كذا، عملت كذا. الرسم ده في النهايه بيوري لك العيب اللي ممكن يحصل في منتج، ممكن تقيم من المنتج يعني كل المدخلات بتاعته، ففي المخرجات يبان لك العيب حصل منين. في ايه اداه ثمانيه؟ الاداه اخرى قصدي اسمها ايه؟ فلو دايجرام، مخطط التدفق. مخطط التدفق ده هو يا جماعه يعني رسم بيوضح خطوات العمليه ومراحل اتخاذ القرار وتوضيح المسار بعد كل خطوه. يبقى خطوات عمليه، توضيح رقم اتنين نقاط اتخاذ القرار، رقم ثلاثة توضيح المسار بعد كل خطوة. بيساعدك كتير قوي انك انت تكتشف العيب اللي موجود في المنتج بتاعك وازاي تصلحه. في حاجة تانية اسمها ايه؟ بريتو دياجرام، مخطط بريتو. ده راجل اخترع طريقة سهلة كده ان انت عن طريقها تقدر تقيم المنتج. خلي بالك برضه احنا بنقرر ان هذه العمليات بالكامل او هذه الادوات هي بتستخدم لتقييم المنتج بتاعي. انا عملت اي منتج وعاوز اقيمه هل هو فيه اخطاء او عيوب قبل ما يرجع لي من السوق، فبستخدم اداه من هذه الادوات السبعه بيبين لي مشكله المنتج بتاعك في الحته الفلانيه. دي علماء اجتهدوا وعملوا هذه الاشياء واحنا بنطبق بيها. اسكتر بولد او رسم البيان، الرسم البيان اللي انت عارفه بتحول البيانات والمدخلات بتاع عمليه الانتاج لرسم بياني. الرسم البياني طبعا بيوريك الحاجه اللي ذات القيمه العاليه والحاجه اللي ذات القيمه الاقل بمنتهى البساطه. سهل قوي قوي انك انت تكتشف هي المنطقه اللي فيها لعيب في ناحيتها عن طريق الرسم، لما ادي لك رسم بياني. طيب ايه اهميه، importance of quality control system، ايه اهميه انظمه مراقبه الجوده او ضبط الايه الجوده دي؟ الحاجات ده هي لها اهميه. ايه اهميه؟ The importance of quality control system. Importance of quality control system. اول حاجه reaching a specific good or service to an constanting level and reducing the possibility error. ان هو الوصول بالخدمه او بالسلعه الى الهدف او المستوى المطلوب وتجنب الاخطاء المستقبليه المحتمله. يبقى اول اهميه من اهميه الكواليتي كنترول اللي هو الوصول بالخدمه والسلعه للمستوى المطلوب وبالتالي تجنب اي خطا ممكن يحصل مستقبلا.
طيب رقم اثنين distinguish an institution with a relationship and a high level of performance. بيميز المؤسسه او المصنع اللي انت شغال فيه ان انا عاوز اتميز بسمعه عاليه او باسم رنان في السوق. ده من المميزات اللي بتديها لي الايه؟ من المميزات اللي بتديها لي نظم ضبط الجو، ان بيميز المصنع بتاعي او الشركه بتاعتي او المؤسسه بتاعتي بسمعه عاليه في السوق. الحاجه الثالثه ensure that a product or service is distinguished from the first time within the described product and plan. بيقول لك ان تاكد ان المنتج بتاعك او السلعه من المره الاولى له ما يميزه، سواء من نظم المراقبه او الخطه الموضوع. طيب انشور ذات برودكت اور سيرفيس، باكد ان المنتج او الخدمه يتميز من المره الاولى له الخطه المرسومه، او بيحقق الهدف المطلوب منه. باكد ان المنتج بتاعي من اول مره بيحقق الهدف المطلوب منه، يحقق الهدف المطلوب منه من اول وهله. رقم اربعه ensure that the documentation system enables its monitoring and verification so that it enables the institution to develop. يعني تاكد ان نظام التوثيق، ما انا بوثق كل حاجه بعملها في الجوده، نظام التوثيق يمكن مراقبته والتحقق منه بحيث يكون المؤسسة بحيث يمكن المؤسسة من التطور. رقم خمسة continuity of evaluation of the service of the product internally and externally. التقييم المستمر لقيمة المنتج بتاعي سواء خارجيا او داخليا. أنظمة الجودة بتفيدني إني بقدر أقيم المنتج بتاعي داخلي وخارجي، داخليا وخارجيا، هل هو في مراحل تطور ونمو بحيث يتم يحوز رضاء العميل ولا لا. رقم ستة reducing costs and efforts exerted at work. تقليل النفقات يعني يا جماعة، أو الفلوس اللي أنا بصرفها. برشد هنا مش تقليل بقى، أنا ما كنت عاوز أعمل جودة ما بقولش هقلل عمياني كده، لا، برشد في النفقات والمجهودات اللي أنا بعملها في الإيه ليه بقى؟ واحد يسأل إزاي أنا لما أحقق الجودة هقلل في المجهود؟ أقول لك إيه؟ ما هو اللي ما بيحققش جودة المنتج بتاعه يجي يظهر في مرحلة من المراحل بيظهر فيه عيوب، فيبتدي يعيد تصنيعها تاني. إعادة التصنيع بتاع المنتج ده هو هي دي مش فلوس، هي دي مش مجهودات. إنما أنا لما أكون منتجي طالع بجودة من المرة الأولى، هل هعيد حاجة في مراحل التصنيع؟ هل هتكلف تكلفة إضافية؟ لا طبعًا. هل هبذل مجهود إضافي؟ لا طبعًا. يبقى reducing costs and efforts executed at the work. رقم سبعة activating the work system in the institution to serve the important of the insulation product service. يعني ايه الكلمه دي؟ تفعيل نظام العمل في المؤسسه بالمقصد تحسين خدمات منتجات المؤسسه. كان نترجم الحته ده ايه؟ ان انا عملت نظام العمل كله في المؤسسه بما يخدم الهدف الكبير اللي هو
رؤية الزبون أو احتياج الزبون، الاحتياج العميل، فخلاص بينعكس على جميع مراحل الإنتاج أو جميع المنتجات اللي بتنتجها المؤسسة. أنا لما بطبق على منتج واحد بالتالي بينعكس على جميع المنتجات اللي بعملها في الإيه؟ المؤسسة. طيب requirements for the quality control system in the clear. إيه؟ متطلبات نظام ضبط الجودة في التقويم. administrative commitment. عندي هذه المتطلبات يبقى عندي التزام إداري. everyone's participation، مشاركة جميع الناس. الحاجة الثالثة adopting the agreement approach، اعتماد المنحنى التنظيمي. take the necessary corrective actions، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصحيح في أي حاجة أثناء الشغل. عاوزة إجراء لتصحيح المسار بتاعها، لازم يبقى سهل قوي وتبقى العملية نقول مرنة، بحيث إن أدي أوامر تصحيح للمنتج في وقت بسيط. measuring standards، قياس المعايير. أنا وأنا بنتج يا جماعة أو عامل أي منتج، بقيس المعايير التي يطبع لها هذا المنتج أول بأول، بحيث إن يوصل في النهاية للشكل اللي أنا كنت مخططه. إنما لما أقعد أنتج فيه للآخر وبعد كده أقيمه، هلاقي فيه مشكلة في التصنيع. مرحلة واحد، مرحلة اثنين، مرحلة ثلاثة. إنما لو كل مرحلة بتتم كنت أنا بصحح فيها أو بطبقها، معنى أصح كنت هوصل المنتج بشكل أفضل من الأول. طيب designing a system to control the quality of the cleaner، تصميم نظام لضبط جودة التقويم. ده مجرد ان حاجات احنا بنقراها بس مش بنسأل فيها. طيب العمليات processes that support the quality control system، ايه العمليات التي تدعم نظام ضبط الجودة؟ في عمليات بتدعم نظام الجودة، ما يكون ايه بتدعمه، يعني بتقوي نظام الجوده. اول حاجه من العمليات ده هي الحاجات اللي هي بتدعم نظام الجوده، بكون انا بطبق نظام جوده في المصنع بتاعي، ففي بعض العمليات اللي هي بتقوي موضوع الجوده عندي. اول حاجه سيلف اسسمنت، التقويم الذاتي. يعني كل واحد يقوي نفسه في المرحله اللي هو بيعملها قبل ما يجي حد مثلا اسمه مراجع داخلي او مراجع خارجي او مدقق يراجع وراه. يبقى اول حاجه هو نفسه حاجات اللي بترفع مستوى الجوده وتقويها، ان اقوم تقويم ذاتي. انا بعمل حاجه فبقوم اقول اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، اللي انا بعمله ده وصلت الجوده كويسه ولا لا. رقم اثنين فيريفيكيشن، سكند رقم سكند فيريفيكيشن، التدقيق. انا بدقق في الشغل بتاعي، هل انا بتنفذ التعليمات او الشغل بتاعي حسب الخطه الموضوعه، ولا بنسبه 80%، ولا بنسبه 60%، ولا بنسبه 50%، ولا ما فيش نسبه. التدقيق، انا بنفذ خطه الجوده في الجزء اللي انا بعمله بنسبه كام في الميه، واحاول ارفع هذه النسبه قدر الامكان كل مره. رقم ثلاثه ديفلوبمنتال بلينينج، التخطيط ديفلوبمنتال بلاننج، التخطيط التطويري. دايما عندنا خطه للتطوير في المنتج بتاعنا، دايما عندنا خطه تطوير في المنتج بتاعنا، بحيث ان نوصل بيه لاحسن مستويات اول كل مرحله هو اعلى من المرحله السابقه. لان زي ما كنا بنقول قبل كده الجماعه بتوع الجوده قالوا مبدا واحد كلهم اتفقوا عليه، الا هو التحسين المستمر. فاحنا يبقى عندنا تخطيط تطويري، يعني احنا مش هنوصل للمستوى ونقف على كده، لا احنا عاوزين نكمل كل مره ونوصل لمستوى اعلى. بروبلم سيرفنج، حل المشكلات. لازم يبقى عندنا مرونه. انا وانا بنتج حصل عندي مشكله، ما اقولش خلاص انا عندي المشكله حد يحلها لي، بلاش كلمه حد يحلها لي، انا اللي بحاول احل اي مشكلات قدامي. كلمه حد يحلها لي دي ده ضد مبدا الجوده تماما. مفيش حاجه اسمها استنى انا عندي مشكله في الانتاج حد يجي يدور لي على حلها، لا.
المفروض كلنا كل واحد بيحاول ايه يحل المشكله اللي ظهرت. الحاله الخامسه كوميونيكيشنز، الاتصالات. يعني ايه الاتصالات او الاتصال؟ يعني يكون في اتصال ما بين فروع، يعني الناس اللي هم اذرع الجوده، الناس اللي هي شغاله على الجوده. تبادل الاتصالات بينهم بيسهل ايه يا جماعه؟ بيسهل عمليه التحسين، بيسهل عمليه حل المشاكل. انا بدل لو عندي مشكله، ممكن واحد زميلي في القسم ده حصل عنده مشكله زيها قبل كده، ممكن هو يقول حل وحل وخلاص وسرع الانتاج بتاعي. انما مبدا اني لا، انا ما بحلش حاجه، المشكله وقفت، يبقى انا خلاص انا متوقف عن العمل لحد ما يجي حد يحلها لي. لا، يبقى فايده الاتصال ان بيعمل تبادل خبرات ما بين الاشخاص وبعضهم، وده بيسهل عمليه حل اي مشكلات بتظهر. رقم ستة، ريبورتس اند دوكيومنتس، التقارير والتوثيق. لازم نعمل تقارير عن اي حاجه بتظهر قدامنا. انا حصل عندي مشكله في يوم كذا كذا في النقطه الفلانيه وحلتها بالشكل ده. انا لما اكتب هذا الكلام واسجله، ليه بكتبه واسجله؟ عشان لو حصل عند زميلي نفس العيب في وقت من الاوقات، او انا مثلا نفترض ان انا مصنع اللي بيشغل ورديات، يعني الناس شغاله بالنهار وناس بتكمل بالليل، وانا يعني بيسلموا بعض في الشغل زي ما بيقولوا، فانا بقرر بقول لك كان حصل عندي النهارده كذا كذا كذا. ليه؟ لان ممكن الراجل اللي هيجي يشتغل بالليل يحصل عنده نفس المشكله، فما الاقي اني كاتب انا حصل عندي مشكله وحليتها بالطريقه الفلانيه، يبقى انا بسهل له الامور بدل ما يقعد يحاول يحل من اي تو زد زي ما انا عمال. لا، ده هو هياخد الحل جاهز يطبقه عنده، يبقى انا سرحت من عمليه الانتاج. طيب السبعه، رقم سبعه، فولو اب. فولو اب يعني ايه يا جماعه؟ المتابعه. المتابعه لكل ما نعمله من مراحل لتطوير الجوده. يبقى احنا مسؤولين، انا مسؤول قبل ما حد تاني يجي يتابع ورايا، انا مسؤول عن متابعه الاجراءات اللي انا بنفذها في الجوده، وهل هي وصلت للمستوى المطلوب او لا. رقم ثمانيه، السي، المقايسه. مقايسه يعني بتقول شغل كذا بجوده كذا هيوصل لكذا، شغل جيد مجهود اعلى بيوصل لناتج افضل، شغل سيء مجهود اقل ناتج ايه؟ اقل. يعني كانك عامل مقايسه كده، عارف ان التعب والجهد اللي هتبذله في الجوده هو الناتج بتاعه هيبقى افضل. حط المقايسه دي قدام عينك وانت شغال باستمرار. انا ذاكرت كتير واجتهدت كتير، ان شاء الله هجيب مجموع اعلى. ما ذاكرتش قوي واعتمدت على ملخصات وحاجات بسيطه وما تعبتش نفسي، ما تتوقعش سكور كبير في الامتحانات. رقم تسعه، بروجرام كاليندر، تقويم البرنامج. البرنامج اللي احنا خدناه ده بنطبقه في الجوده، هو يعني حاجه كده منزهه، مش منزهه، احنا بنقوم البرنامج نفسه. يعني احنا طبقنا كل اللي في البرنامج وكل الخطوات، وكل واحد ادى دوره وكل واحد عمل اللي عليه، بس ما لقناش النتيجه اللي احنا عاوزينها. طب نشوف البرنامج، يمكن القصور في البرنامج نفسه، بس بشرط ان احنا ايه، كل واحد ادى اللي عليه بالظبط في المرحله انتاج بحالها. فاذا كان وصلناش ل الجوده المطلوبه، لا نرجع تاني نشوف البرنامج نفسه جاهز فيه. طيب ننتقل لحته تانيه، ذا ايفالويشن كواليتي كنترول تيم كونسيستس اوف. في فريق بقى اللي هو بيقوم الجوده بقى. الفريق مسؤول عن تقويم الجوده. بيتكون من مراحل كتير وناس كتير. أول حاجة أدجستر، الراجل المقوم. الراجل المقوم ده هو شخص يكون عنده خلفية، راجل متدرب على الجودة قبل كده، عشان هو اللي هيمسك أول مراحل الإنتاج ويبص على المنتج عشان يقومه هو صح ولا غلط. يبقى لازم الشخص ده يكون إيه؟ شخص مدرب، مهمته التقويم والحكم على الأداء والمساهمة في تطوير هذا المنتج. يبقى شخص تريند بيرسون، شخص مدرب. بيبقى متدرب على مهام التقويم والاداء على مستوى جوده الخدمه، بيقول هي صح ولا ايه ولا غلط. رقم اثنين، انترنال
ايه دكتور؟ مقاوم داخلي، يعني الراجل المقاوم اللي هو في قلب المصنع زميل للعمال، بياخد المنتج ويبص عليه ويشوف هو طبقا للجودة ولا لا. بعد كده في مقاوم مدقق داخلي، المصنع ده هو مختار واحد أكثر خبرة بيفوت على العمال ياخد عينات ويشوف التدقيق مستوى الجودة اللي هم محققينه، بس ده راجل من قلب المصنع نفسه، مش من أو من قلب الشركة نفسها، مش خارجي. عشان كده internal editor. طيب بعد كده بنوديه لمقاوم خارجي external editor، يبقى في مقاوم رقم 2 مدقق داخلي، رقم 3 مدقق خارجي. مدقق خارجي يعني مش من المصنع، واحد من جهة تانية، عشان يبقى هو عين مختلفة ويشوف المنتج بتاعي ويديه درجة. قال له هو انا ليه قلت مقاوم ومدقق داخلي؟ المقاوم رقم واحد ده زميلنا احنا في الشغل، المدقق الداخلي واحد من قلب المصنع، ثم المدقق الخارجي واحد من خارج المصنع، وانا بعمل الكلام ده كله ليه؟ عشان اوصل لاعلى مستوى، يعني يبقى فيه انا الراجل المهندس اللي واقف على المكنه، ثم واحد اثنين ثلاثه بيراجعوا الشغل ورا بعض، ده كله من اجل الوصول لايه؟ لمستوى اعلى. طيب عملت الثلاثه دول وصلت للمستوى الاعلى. طيب بروسيدجرز فور امبلمنتنج ذا كواليتي كنترول سيستم ان ذا ايفالويشن، ايه الاجراءات اللي انا بعملها عشان اطبق نظام الجوده في التقييم؟ اول حاجه بعمل مرحله تحضيريه، يعني بقول انا هعمل تحضير للموضوع يا رب، هنقعد ونقول احنا عملنا كذا وكذا وكذا وكذا، ونجهز الحاجات اللي احنا هنعرضها على الجوده، ونجهز خطط الشغل والملفات اللي احنا بنشتغل بيها، وكل الاجراءات اللي احنا بننفذها، وكل المشاكل اللي احنا قابلتنا وحليناها برضه، ما هي دي بتدعم موقفنا، نجهز كل هذا الكلام ونقدمه للايه؟ نجهزه عشان نقدمه للناس اللي هتيجي تقوم الجوده. المرحله الثانيه ايفالويشن فيز، مرحله التقويم. ايفالويشن كريم از اللي هو جه الناس اللي جت لتقييم الجوده ككل، هتعمل ايه؟ تقييم نتائج البرامج اللي احنا مطبقينها، بتراجع فعاليه البرامج، هل يعني بتراجع البرامج اللي احنا عاملينها الفعاليه بتاعتها، هل هي برامج ده هي فعلا فيها فعاليه وتحقق الجوده اللي احنا بنحلم بها ولا لا؟ الحاجه الثالثه ايه الاجراءات اللي احنا بنتخذها في حاله لو ما لقيناش في جوده بتطبق او مستوى الجوده ضعيف، ايه الاجراءات اللي احنا ايه بننفذها؟ ده خلص الايه شابتر 4. هنخش حاجه بسيطه لشابتر 5 اللي هو كواليتي كوست، اللي هو ايه يا جماعه؟ كواليتي كوست اللي هو ايه؟ تكاليف الجوده. هي الجوده لها تكاليف؟ ايوه طبعا. وانت ما تعمل منتج بدون اي جوده، المنتج زي ما يطلع يطلع كويس يطلع وحش، وده يتساوى مع منتج انت عامله مراقبه جوده ونظم جوده وقواعد وكل الناس شغاله عليها، وفي ناس بتراجع عليها، وفي ناس ما بتلاقيش المنتج مطابق بترجعه تاني لاعاده تصنيعه، هل انت معتقد ان المنتج في الحاله الاولانيه يساوي الثانيه؟ لا طبعا. المنتج اللي في الحاله الثانيه اللي بيطبق عليه جوده تكلف مراحل اكتر. طيب هي دي هباء؟ طب ليه يبقى الراجل صاحب المصنع دوت هو غاوي يصرف فلوس على الفاضي؟ طالما المنتج تكلفته هتزيد والتكليف ده بياخد من الربح، يعني هو كان بينتج المنتج من غير جوده ب 6 جنيه وبيبيعه ب 10 فبيكسب 4، فلما حب يطبق الجوده بقى يصرف عليه 8 وبيبيعه ب 10 جنيه برضه فبقى يكسب 2. طب هو الراجل ده مثلا مش مركز على اساس يقلل من الربحيه بتاعته؟ لا طبعا، لان هو المنتج اللي فيه جوده مش هيتباع ب 10 بقى، ده الخلاف الواحد البسيط، لا ده هو هيتباع ب 15. يبقى هو راجل صحيح صرف اكتر ولكن هيكسب ايه؟ اكتر. وان شاء الله هنقف عند هذه، بس ايه ده 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 ده, ده حاجه يعني ايه الجوده؟ نقف عند هذه الجزئيه لحد ان شاء الله ما نكمل المحاضره الجايه. السلام عليكم.
خلاص يا دكتورة، قافل، مشي.